أهلا بكم من جديد. يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق عملياته العسكرية جنوب وشرق أوكرانيا، حيث تعمل موسكو على محاصرة مدينة ليسيتشانسك. في نفس السياق، أعلن الممثل الرسمي لقوات جمهورية لوغانسك الانفصالية أعلن قرب السيطرة على كامل أراضي الجمهورية. وفي هذه الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا بصدد إزالة الألغام من مدينة بيريديانسك. نشرت وكالة رويترز مقطعا مصورا لخبراء متفجرات أوكرانيين يزيلون صاروخا روسيا غير منفجر يزن نصف طن سقط على إحدى الأبنية في مدينة خاركوف الأوكرانية. Да, мы працюем по тих. ميدانيا أيضا، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر متحدثتها عن محاولات روسية للسيطرة على مدينة ليسيتشانسك. Ворог прагне встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, веде наступальні дії, аби спробувати оточити наші війська в районі Лисичанська і блокувати основні логістичні шляхи. Тривають важкі бої. Противник намагається закріпитися в районах населених пунктів Лоскутівка і Рай Олександрівка. وبعد احتدام المعارك مع القوات الروسية، قال حاكم منطقة سيفرودونيتسك إن القوات الأوكرانية ستنسحب من المدينة للانتقال إلى مواقع جديدة دون ذكر التوجه الجديد. Солдаты вооруженных сил Украины, это и Нацгвардия, ну вот они получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы и оттуда уже нормально, полноценно вести боевые действия, ну и, соответственно, наносить урон врагу. حول هذا الموضوع انضم لنا من لوغانسك عبر سكايب السيد فيتالي كيسيلوف، مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية. سيد فيتالي، مساء الخير، أهلا بك معنا. الأنباء تتحدث عن انسحاب القوات الأوكرانية من سيفيرودونيتسك، وفي نفس الوقت الغرب يقول أن روسيا والقوات الموالية لها تعطي معلومات مغلوطة. بما أنكم موجودون في لوغانسك، كيف هي الأوضاع الميدانية هناك خصوصا فيما يتعلق سيفيرودونيتسك؟ في سيفرودونيتسك القوات الأوكرانية لم تغادر مدينة سيفرودونيتسك، بل بالعكس قامت بتلغيم وتفخيخ المباني وأخذ عدد كبير من السكان المدنيين رهائن، وهناك يستخدمون أيضا الأمونيوم السائل كغاز يمكن إعاقة تقدم القوات. وفي مصنع الأمونيا هناك نحو 1500 أو 2000 من القوات النازية، وهؤلاء المتطرفين ليسوا من عناصر الجيش الأوكراني وإنما من الكتائب المتطرفة، ويتمركزون الآن في أحياء سكنية. وهذه المنطقة قمنا بتحرير جزء كبير منها وباتت الآن تحت سيطرة شرطة جمهورية لوغانسك، والمناطق التي تم في السابق في عام 2014 ارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين في خاصة في مدينة سيفيرودونيتسك، والكتاب التي قامت بتلك الأعمال الوحشية يتمركزون الآن في مصنع أزوف، وتم القضاء على عدد كبير منهم، ولا يستطيع أحد أن تقديم الإمدادات والدعم لهم، وكما لا يستطيعون ترك أماكنهم والانسحاب، وعليهم أن ينتقلوا عبر النهر، ولذلك الطريق الوحيد أمامهم هو أن يغادروا المنطقة على متن منطاد ماء، ولكن لا يريدون الخروج من تلك المنطقة لأنه لا يستطيعون المغادرة، سيتم القضاء عليهم عند أي تحرك.
وأي محاولات لاختراق دفاعاتنا وخطوطنا سوف تلاقي بالقضاء على تلك المجموعات. وقد أعلننا أن أفضل طريق أمامهم هو الاستسلام، وهي الطريق الوحيدة. وفي منطقة لسيشانسك يوجد نحو 4000 من القوات المتطرفة النازية محاصرة. طيب نعم سيد فيتالي، من هذه النقطة بالتحديد من حديثكم عن مدينة لسيشانسك، ماذا يعني لكم تطويق هذه المدينة من الناحية العسكرية؟ من وجهة النظر العسكرية فإن القوات السلطة العسكرية التابعة لنظام كييف موجودة على أراضينا، تم الآن محاصرتها، والآن تقريبا بنسبة 100% نحرر أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، وسننتقل بعد هذه المرحلة لتحرير باقي أراضي جمهورية دونيسك الشعبية، وكذلك سوف نقوم بتدمير كل الدفاعات التي تركناها، لأن القوات المشاة الأوكرانية هربت من أرض المعركة، ويوجد لدينا حوالي 600 من الجنود الأوكرانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى جنود آخرين قاموا بتسليم أنفسهم ورفضوا بعد نفاذ ذخيرتهم العودة إلى الخطوط الخلفية للجيش الأوكراني وإلى جهتهم، وآثروا الاستسلام. وأما البقية سوف من لم يستسلم فسوف يعيدونهم إلى خط الجبهة ليكونوا عرضة للقتل من جديد. نعم. وسوف يتم إعطاء السكان الجنسية الروسية في تلك المنطقة، وأما الذين سوف يتم محاصرتهم في منطقة لسيشانسك فإن الوضع لم يتغير، ولدينا معلومات موثوقة بأن تلك المنطقة بالذات اقترحت على زيلينسكي أن ينظم وحدة خاصة وتنفيذ عملية خاصة لإنقاذ الجنود المحاصرين في محور لسيشانسك أو للصمود أكثر، وبالتالي أنهم يخشون من أن تقع تلك المناطق تحت سيطرة شرطة لوغانسك الشعبية. وأعتقد في الأيام المقبلة سوف يخاطبون زيلينسكي من جديد لطلب السماح بمغادرة مواقعهم في نيكولايف وكذلك على حدود بيلاروس وسيفردونيتسك وليسيشانسك، ولغاية الآن ينتظرون هذه الأوامر، ولكن ليس أمامهم إلا الموت وليس شيء آخر. فيما يخص دونيتسك سيد فيتالي، قلتم بأنكم ستساعدون دونيتسك، ما عدا ذلك ما الخطوات التالية أيضا أمامكم؟ أن الخطوة القادمة لنا أننا بداية نحن لا نحارب ضد الشعب الأوكراني، نحن نقوم بالقضاء على الكتائب والنظام النازي المتطرف الذي استمر على مدار 8 سنوات بقصف واستهداف المدنيين في جمهوريتينا وتدمير البنى التحتية في لوغانسك ودونيتسك، هذه هي المهمة الأساسية لنا. وفي النهاية في الأيام الثلاثة الماضية قام الجيش الأوكراني باستهداف المناطق السكنية بصواريخ توتشكا أو، وسوف نقوم بتحرير كل أراضي أوكرانيا من الكتائب النازية المتطرفة، ولن
نتوقف على جمهورية لوغانسك، بل سنساعد بقية المناطق الأوكرانية على التخلص من الكتائب النازية ومن هذا النظام العنصري المتطرف، لكي لا يكون مكان للفاشيين والنازيين والخونة الذين باعوا ويبجلون هتلر. أشكركم جزيلا على المداخلة عبر السكايب السيد فيتالي كيسيلوف مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية.